مساء الخير، كيفكم؟ بدي أعمل اليوم أرتيشوكي بالزيت. رح أحتاج انجينار طبعا، وبطاطا مقطعة، جزر مقطع، عصير ليمونتين صغار، بازاليا، ملح، بصل قروش، وآخر شي بدي أحط المي وزيت البلدي. بدي أحط أول شي البازاليا، هلا بدي اضيف البطاطا، والجزر، بصل مقطع شرايح، بدي اضيف هلا معه نص معلقة ملح صغيرة، وعصير الليمونتين، والزيت. آخر شيء بدي اضيف المي. المي طبعا لازم تغمر الانجينار، وبحطها على النار حتى تستوي كل المكونات. صار لها تقريبا عم تغلي ربع ساعة. طبعا قبل ما تنشف المي بدوقها، اذا كان ناقصها حامض او ملح بتضيف له. تقريبا اخذت على النار من ساعة لساعة وربع، وهي الأكلة صارت جاهزة سكبتها بالصحن. بتمنى أنكم تجربوها وتعطوني رأيكم، صدقاً أنها طيبة كتير، وبتمنى تدعموني لو عجبكم المحتوى. لا تنسوا تفعلوا زر الجرس، أنا بكبر فيكم، ويعطيكم العافية.